إذا بتريدوا أنا بتمنى عليكم ما حدا بيمشي من هون إلا ما تنحل هيدي القضية وتروح هي على التفتيش والمدير العام ما في إذن بتوقيفه وما بتوقفه. وإلا نحن بدي لكم شغلة، إذا بدنا نسمح للعنون يتدعوس بالسرمية مثل ما عم تعملوا غدا هون معناتها ما في شمسية فورس. كلنا سوا بدنا نحترم القانون، كلنا سوا بدنا نخلي القانون يحترم، لأنه هيدي قاضية منشئوية، هيدي منا قاضية تحكم بالقانون. تروح على التفتيش، وهلا بأكد لكم من هلا، اسمعوني شو عم بكون، أنا محامي قبل ما أكون نائب. بأكد لكم هيدا الملف، وتذكروني شو عم بكون. بأكد لكم بعد يعني، بأكد لكم هيدا الملف. إذا القاضي سهيل عبود بيقراه رح يقول نحن معنا حق اللي واقفين هون. إذا القاضي غسان عويدات بيقراه رح يقول نحن معنا حق اللي واقفين هون. وإذا رئيس التفتيش القضائي بيقراه بحطها بالحبس لغدا عون. تنكون واقعيين، إذا هي مفتكرة حالة بدها تشبح بالسياسي على الناس، هيدا الملف اللي عم بتحقق فيه بس تعرفوا هيدا ملف سياسي بامتياز. هيدا منو ملف قضائي. هو مدعى عليه ولا شيء؟ هيدا هي جاي كشاهد. هو جاي مدير عام. مدير عام بالدولة جاي كشاهد. جاي لهون تطلب إذن. ما في إذن. حبيبي تروح تطلب إذن شو فاتحة شبيحة هيدي ولا عندي قانون؟ هيدا الموضوع إذا بيمرق مع ناس أنا معي ما بيمرق. أنا فت قلت لها فت قلت لها وبرجع بعيد الحديث. إذا مفتكرين شو فيه يا رامز مروان، إذا مفتكرين إنه هيدا الموضوع رح يمرق، هيدا الملف بده يجيب آخرة غادة عون. ذكروني شو عم بكون. هيدي المرة بدها تطلع من مركزها، بدها تطلع من مكتبها.